تتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ نشأتها مع دولة الكويت بهدف توفير أقصى درجات الحماية والتخفيف من أزمة اللاجئين. نعم، وتعد دولة الكويت في طليعة الدول الداعمة للنازحين، حيث يستمر تدفق مساعداتها الإنسانية إلى مخيمات اللاجئين والنازحين في مناطق النزاعات المسلحة والتي أصابتها الكوارث الطبيعية. يأتي يوم اللاجئ العالمي سنويا كوقفة إيجابية مهمة لإظهار الدعم للعائلات اللاجئة وتسليط الضوء على شجاعة وقوة أكثر من 70 مليون إنسان تركوا ديارهم قصرا وطلبوا الحماية في دول التجأوا إليها. إن دولة الكويت ومنذ النشأة يمثل العمل الإنساني فيها ركيزة أساسية لسياستها الخارجية وإحدى ملامح قوتها، كما وإنها تولي مسألة دعم ومساعدة الأشقاء والأصدقاء لتوفير حياة كريمة لشعوبها أولوية قصوى تساهم في تحقيق طموحاتهم ونهضتهم الاقتصادية والاجتماعية. يوم اللاجئ العالمي تحييه المفوضية بهدف زيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها اللاجئون كل يوم، تساندها دولة الكويت في إطار شراكة إنسانية مميزة. دائماً ما وجدت المفوضية على الخطوط الأمامية في الأزمات الإنسانية وفي حالات الطوارئ التي لا حصر لها، وذلك من خلال دعم الجهد ودعم المادة والمعنويات على المستوى المحلي والعالمي. ساهمت دولة الكويت بمساعدة ملايين السوريين من لاجئين ونازحين، كما دعمت المجتمعات المضيفة في لبنان والعراق وتركيا ومصر والأردن، وكانت للمفوضية شراكة مميزة وناجحة مع دولة الكويت، فبلغت تبرعات دولة الكويت تقريبا 400 مليون دولار. أكثر من 16,000 موظف في 134 دولة يعملون تحت مظلة المفوضية لحماية اللاجئين وإيجاد سبل توفير الدعم المادي والمعنوي لهم على امتداد رقعتهم. أمام تزايد أعداد اللاجئين والنازحين حول العالم يوميا، تسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع دولة الكويت إلى التخفيف من معاناتهم من خلال حشد الدعم وتوفير التمويل اللازم. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.